جادوري سيت ماجي لا كنت نطلع حب نطلع سحار وي سحار التو راني علي باش نحكي لكم حكيت علاش انا ما كنتش بيه في المكتب ان شاء الله عمري ما نشلق اللي انا ناجح وان شاء الله عمري ما نشلق اللي انا حققت حلمتي خاطر كان حققت حلمتي وفي الموضوع حب ابسط كلمه نجت تقال واصعب واحده فيهم مي ام 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 لي جون كي تونتور طومب اموغو حب توجع خليها تقص وتخليك وحدك قاعد كي البوهيلي ابكي في الحكايه هذوك خاطر سي دي مومون كي تو مارك افي مي سي دي مومون ميرفيو انجح في حياتك. أهلا بكم حلقة جديدة من انجح في حياتك، حلقة جديدة سبيسيال الساعة إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، رمضانكم مبارك، حلقة في رمضان وحلقة من بلاصة سبيسيال. احنا موجودين في المونستير في دار ليسون دو جاردان اللي نصوروا في الحلقة هذه، دار ثقافية فنية باش نستقبل فيها واحد من الكبارات الجدد متاع عالم السينما. دخلوا بالكبير عالم الإخراج، نوع من الانتقام ربما على طفولة تو يحكي لنا عليها شوية عبد الحميد بوشنيق. مرحبا بك. مرحبا حمزه، ميرسي بوكو على البريزونطاسيون. عايش الكبار، كلمه كبيره ياسر. مازلنا من الكبارات اللي عرفناهم في فتره سريعه وتميزوا باعمال تعني الكثير للتوانسه. مرحبا بك. ميرسي. عايش. رمضانك مبارك. رمضانكم مبروك الناس الكل، وان شاء الله عام مبروك علينا بعد هالعامين كوفيد. دونك رمضان اول عام تو يظل من العامين اللي فاتوا باش نعيشوه عادي نسبيا عادي. ان شاء الله مبروك على الناس الكل ان شاء الله. ورمضان نلقاوك فيه في كينيا ما كانش، في كينيا ما كانش اليوم وكل يوم كينيا ما كانش بعد شقن فتر اون كروز لي دوا وان شاء الله ما يتغش حتى حد. كبيرة تحكي لي شويه في الكواليس، ناوي تغش برشا عبيه؟ نو ان شاء الله ما يتغشوش. انا يعني لوبجيكتيف نتاعي اللي هو يفهموا اللي راهو احسن حاجه باش نصلحوا بها رواحنا هي نضحكوا على رواحنا. Donc je n'accuse personne, on se critique الكلنا. نضحك على روحي، نضحك على التونسي، نضحك على المجتمع، قاعد نوري على السلطه، نضحك على كيفاش احنا وكهو باش نصلحوا روحنا. بارابور الكينيا ما كانش واحد هذاش شنو يستنى فينا فيه؟ تبدل لو طون، تبدل نتاع السيري، اون ريست توجور دون لا سيري. خرافه اوضح صنيفه ما حكيت تتبع لا كوميدي اللي لا اكثر من عام ناول اي اون اي بلو سيريو. حسيت روحك قالوا هيك برشا عمي، ورغم النجاح نتاع كينيا ما كانش قالوا لك عبد الحميد صعبتها علينا شويه، صعبتها على جزء من البوبليك في بعض الحاجات خدمت عليها سنة. ان فيت جي بروفيتي دو سا خاطر كما جيتش فما عام ناول ما جامش نعمل اللي عملته سنة زدت. فهمت لي فما ناس زاد راهو تري ريسبتيف لي خلو صعيب، مش صعيب على الناس الكل، راهو صعيب على اللي يبدا قاعد يشرب في شربه وما يهموش مش مركز. اما يسوفي جوست يعاود من بعد يتفرج سي سكي سي باسي في كينيا ما كان، سورتو افيك لي روديف لي زاتونت كبار زادوا فجعوني راهو واش فجعونا الكل خاطر الناس كي ترى في الشارع عزيز مثلا ان مومون كانوا يعيطوا له وجدي تو يعيطوا له برغل اي سي سا لي في اون بلوس اون ا دي زونفون كي نوز ايم كي نوز ادور هذوك ما هي لوبجيكتيف الاولاني والاخراني سا ريست توجور اون اي ان تران دو بريزونتي ان برودوي لولاد الصغار اللي ان شاء الله يتربيوا على قيم مزيانه تاع برشا تسامح. اون اسي نحاولوا باش نعطيهم حاجات مزيانين باش نخليهم يحلموا باش دو لوغ بارلي حد ما يحكي معاهم اللي صغار في تونس راه يا اوكان برودوي بار كيلكوز اكسبيريونس هكا مي يا فريمون اوكان برودوي في رمضان كي سادريس او زونفون دونك فما لي زونفون كي اون لسباس نتاع جو باش يشوفوا حاجات تشبلهم حتى لو جو داكتور فولو راه وفما الكبار اللي ان شاء الله ما يتغش حتى حد ونخليوها هكاك وتكتشفوها على القناه الوطنيه. عبد الحميد بوشنيق صغير في العمر ومسيره ضربت مليح خاصه بدايه من اشهر افلامك عند التوانسه اليوم فيلم دشره انا باش نرجعوا له، ولكن مسيره بدات عندها برشا
وانا قلت كانه نوع من الروفانش اللي قاعد يخو فيها بوشناق، يعني نوع من ينتقم من وضعيه كانت معينه. صغرك ما كنتش قرا ياسر، ما كنتش التلميذ الناجي اللي يبدا كل بو كل ام يبدا فرحان بيه ويستنى فيه ويقول له برافو، كنت بلوتو ها يبداو مفجوعين باش يعني باش ينقزها زعما السنه ولا ليه؟ لا نقزتهم الكل الحقيقه، عمري ما دبلت يعني حتى عام لا في الفاك لا في الليسي، مي كنت نكمل في القرايه لازمني نكملها وخاطر ما جابريسي با غيرمون، ما تعنيلكش حاجه كبيره. ما كنتش نشيخ برشا، كلكو كور كلكو بروف في البريمير كيما ماركي في الليسي كيما راشيكو في الفرنسي، فما دي زيكسبيريونس اللي خلوني نحب دي مومون في القرايه. سكو جابريسي سيتي لي رونكونتر الصحاب، تقرا معك طفله مزيانه جديده ما تعرفهاش، فوالا لي ريلاسيون ما بين العباد، هذاك هو اللي عجبني اكثر من القرايه. القرايه في حد ذاتها قرايه نوت سيتي اون مليون بور موا دافور دي نوت خايبين. حسيت روحي بوندون بيريود كبيره من حياتي حسيت روحي بهيم، يعني ما نصلح لحد شيء اكوز دي نوت اكوز دي مات. مثلا ما كنتش نحب المات، حد عبد ما يحبش المات فضيحه راهو في الجيل نتاعنا. بلا سي اون ابيغاسيون. قلت شو تعمل بحياتك انت كان سافا با في المات؟ ان طول كاصحابي اللي نجحوا على الاخر في المات مريتهم سلكوا ياسر تو، فهمت يعني؟ فهمت كنت نخاف لان نطلع مانيش في المستوى اكثر من حبا في القرايه. اوكي دونك كنت ديما نخاف دو ديسوفوار امي اللي ولا بابا نظهر مش ديما كالسؤال نتاع صاحبك قد الجيب ولد عمك قد الجيب. جيتي طول طون كومباري العبد اخر ديما خير مني. مالا وخاصه تهز وتو نرجعوا له حتى تهز على ظهرك زاد في اسم كبير في بوشناق. وي ولد بوشناق. وي اون ريسبونسابيلتي سوبليمونتير يلزم يكون كذا. وي ما ينجمش يكون حاجه اخرى. هذاك امي الما توجور انتيردي دو بونسي كوم سا. مثلا من الحاجات اللي امي نشهد لها بهم ونسلم عليها برشا على خاطر عمرها ما كانت تذكرنا بلي انت ولد بوشناق الا في حكايه قله التربيه مش في حكايه القرايه. داكوغ. في حكايه لازم تكون متربي مليح وخلقك عاليه خاطرك هكاك وخاطر هي ربيتك مليح وخاطر ما يجيش من بعد امور قرايه وكل ما جميع ميلا هكا قالت لي راهو لازمك تنجح طياره وتكون قراي خاطرك ولد بوشناق جميع سيتي بارابور ما تعملش عارك ما تفسدش ما تخليش الناس يقولوا عليك غزه قداش مش متربي سيتي بارابور ا سا ما في القرايه بالحق سيتي ان كالفير ودايور جوستومون سيتي ان كالفير. تلقى انه اليوم من مشاكلنا ومشاكل الشبيبه اللي نجموا يتفرجوا فينا انه عنا مشكل في القرايه مازال موجود لليوم في السيستم تاعنا. السيستم ما يعاونش باش يدز معاك يزيد يكسر برشا ناس في ثنيه اغزر كي تشوف ديجا اللي توا لا نورمال هو تقري ولدك في البريفي تفهم كمان فما مشكلة قبل راهو البريفي ما يمشيولو كان العباد اللي دوبلت من ليتاتيك عيب راهو بالضبط عيب قبل كان عبد يمشي يقرا في البريفي صحيح يعني هذوك كلي مش ناجحين مش ناجحين وتقلبت الحكاية جيسبيغ كو تتحسن خاطر هذيك الباز يعني احنا كان مانيش باش نصلحوه المكتب يعني تستنى من جيل شنو؟ جيل باش تعلم وحده تفاصون مش يستنى في المكتب راهو الجيل الجديد توا مش يستنى في المكتب جملة يتربى من الشارع يتربى من الانترنت يبو تخوفي تو لي كور غدوة يحب يطلع ميكانيك انجينير ميكانيك إلى لي باز من بعد نجم يسرح مي اوكي حاجة باهية مي لي نوسيون اللي تعلمناهم في المكتب نتاع الصحبة نتاع فما دي فالور اللي تعلمناهم في المكتب قاعدين يتنحاو توا فهمت لو ريسبي نتاع المعلم شوفوا الكوارث اللي قاعده تصير عمرنا ما كنا نراو حاجات هكا فهمت ريسبي نتاع الكبير بصفه عامه على قبل كان البروف تراه اكثر من امك راه بروف في المكتب تراه اكثر من امك بوندون السيزون تاع القرايه يعني هذيك امك في هذاك ابوك يعني كي هي تكش عليك ولا تشد لك ودنك ولا كناش نروح للدار نشكي يعني وبويا ولا يعمل عركة تجي تعمل عركة البروف هذا كل شيء قاعد يتقلب خاطر سي كيسيون دو كونفيونس. شنو اللي كان الديكليك عبد الحميد بوشناق في انك باش تمشي تاع خاطر مبربصه شويه الباركور نتاعك تعمل باك سيونس بعد تمشي تعمل اري بتي بعد تخرج تعمل شنو الديكليك؟ اسكو المشي البلاتوات التلفزه بكري مع لطفي بوشناق اسكو بلاتوات نجيب الخطاب اسكو عالم التلفزه اكتشفت وقتها سيتي كوا لو ديكليك؟ اون فيت انا كان جافي ان لوك نتاع طبيب جافي كو لو لوك تاع با لي موان شعر كي ومريت ومنظم ومتربي يعني ستيتوسكوب ونخرج نخدم على روحي دونك قلت سيونس نحب السيونس جادوري سا لا سيونس ناتوريل كنت نحبها
دونك اما كنتش عارف شتحب تعمل بعد. نحب السينما كما اي عبد في بليش اللي هذاك يتسمى غرام ياسر. يعني انا جو ريغاردي في المكتب وقتي كنت في المكتب راني صغير صغير جو ريغاردي مينيموم 5 فيلم بار سيمين اللي هو بوغ ان انفون نمشي نكري راهو عند عم حطاب مزاوية الله يرحمه وي 5 فيلم في الجمعة مي جو فوي جو كرويك سيتي نورمال داكور خاطر خويا صغير وقتها مش موجود و دونك ما بديت نفهم غيلمون كو هذاك ينجم يكون خدمة و كان من بعد راهو يعني لو ديكليك صار لي في الليسي راهو انا سيتي اون 2002 ومش كمخرج نون كمخرج كمخرج مش كممثل ممثل هذاك جيتي امبرسيوني ملي انا صغير بالممثلين سورتو بالشهره راهو جو لي فوايي جو للدار نذكر بيريود النوبه جي فتح العداوي وقتها شق فتره بحذانا دونك نغزر انا وليد صغير عبد راه في التلفزيون وبعد تراه في الدنيا التو عندهم الصغار النوسيون هذيك صحيح دونك جو فولي دوفنيغ عبد معروف داكور هكاك من الاول بديت لي ومن بعد نحات حكيت معروف هي. وليت نحب نعمل حاجه ما ينسونيش بها العباد تحب تاثر معناها تحب تخلي امباكت فوالا وحبيت وكنت نحب نحكي لقصص وجانفونتي دي زيستوار ونشوف مع اصحابي يرياجيسي على الحكايات اللي نحكيهم ساعات حكايات ماهمش بالحق راه جو فوي كو جيتي كريديبل كي نحكي حكايه خرافه فوالا وي دونك السينما من بعد يظهر لي السينما جاي ناتوريلمون راهو ما نعرفش كيفاش نفسر لك بالحق راه حمزه تسالني تقول لي علاش تعمل فيه هذايا ولا جو سي با ما عنديش حتى سي لا سيتي ان باركور هكا ان بو ناتوريل جي با دارغومون يعني ما عنديش سي ان تروك حسيتو ناتوريل يما شوزي يعني السينما هو اختارني كنت نجم نمشي نعمل اي فن اخر سيتي بلو سامبل بوتيتر راني دخلت في الموسيقى انا في الميكساج نتاع عندي نشد نقعد في الاستوديو نتاع بابا راني انجينير سون اكزاكتومون نو سيتي بلو فيزيويل جو فولي ريسونتير ولا فير ريسونتير للناس اللي حسيت وانا على الافلام نتفرج فيهم كي نبكي على حاجه مش بالحق جادوغي سيت ماجيلا كنت نطلع حب نطلع سحار وي سحار التو راني انا كي ولا صغير يعني يبدل كارتا بكارتا انا نقعد هكا انا كنت نجم توري حاجات لعباد اللي مش بالضروره حقيقيه اي تي امبريسيوني جون جو فولي فيغ سا كومون بابا جو لو فوايي لو فيغ بالغناء جافي با سون تالون مي جو فولي افوار سيت سونساسيون لا دونك سيغمون بابا اثر فيا ياسر كيفاش راه معروف والناس تقدروا ويقف في كارتاج والناس تصفق عليه اي سا يلو فيزي افيك سا فوا دونك جو مسو دي نجم نعمل حاجه فهمت عملتها بمخي بوتيتر مش ما فوا افيك مون ايماجيناسيون avec beaucoup c'est mes peines en fait alors, mes douleurs هما اللي خرجوا المخرج donc j'ai utilisé ça ou heureusement d'ailleurs heureusement قرايتك الاخراج عملته في كندا عملته في تونس عملته في تونس yes اي وبعد كندا انا ولد كل شيء تونس راني يعني. داكور كندا مشيت لها بعد ما كملت الدبلوم ناسيونال تاعي 5 سنين ابخي الباك داكور دونك انا قريت عملت اغي ميتي يعني الاستيد على خاطر وقتها سيتي لا فاك اللي فيها شويه اوديو فيزويل هي وليزام مي في العام الثاني نتاعي تحلت ليزاك ليكول سوبيرور دو سينما نتاع قمرت فهمتني اوديو فيزويل سينما قمرت سيتي لا بروميير ايكول ايتاتيك ما تدخلها كان بالباك بلس 2 داكور افيك ان كونكور دونك حسيت حاجه حاجه كبيره اي سي فري دونك جي في لو كونكور عملت عامين نتاعي تقبلت Et j'ai continué, j'ai fait un tronc commun, après j'ai fait une écriture et réalisation, après Bac plus 5. Et j'ai fait un master au Canada, en études cinématographiques, de 2 ans et demi. J'ai fait des films ou des mémoires, même dans Tunis j'ai fait des mémoires. Je me suis retrouvé en train d'écrire des scénarios, des trucs en français, où c'est une langue que je maîtrise. كان في النطق يمكن شويه ساعات الكتيبه الكتيبه سي ان دو مي كوشمار في المكتب اورتوغراف دي حكيت هذوك ما عندكش مشكل سي اون كاتاستروف نو جي با دو بروبليم دو تو اعطيني جو كومونيك راه ما عنديش العقده هذيك تو كي نكتب دي ستاتيو راه شدني ضحك العباد تبعث لي زعما بريفي يقول لي هذيك راهي فيها اس في الاخر زعما فضيحه هذيك ما تكتبش دو زيل فهمني سي با ما لونغ سي اون لونغ جي ابري كو جي با المهم راك فاهمني فهمني يعني فوالا مش وهذايا حكيت العقد راه اغزر السيز بيغمون تونيزيان
يعني التونسي عندنا منها عقده احنا اي يقول لك شويه كنت تحكي كيما انت قلت يا انت ما تعرفش تكتب بكذا بايس وبين شفت الامريكاني كي يجي مثلا يحكي بالفرنسي يسون ايميرفيك في شكيه شويه لغتهم يدقدق احنا لازمك ما تغلطش سينو تولي فضيحه يا ودي مش لغتي فهمني مش لغتي نحكي بالانجليزي نحكي بالفرنسي تي ديجا عامل ايفور فهمت سي با ما لونغ يعني المهم انا فاهمك وانت فاهمني جو كومونيك بليجي انا كنت نتعلم اسبانيو شويه ونحكي كما انا المهم نوصل المعلومه تمام دونك لقيت روحي نكتب بالفرنسي ونعرف لي ميموار ولقيت روحي نكتب دونك الحاجه اللي خفت منها مشيت لها مي سي افيك بوكو دو بليزير خاطر نخلق في حكايات دونك فينالمون سي ان ترافاي ليتيرير شويه زيد سورتو سيناريست اما باش تكتب جوستومون وسورتو سيناريست كيفاش تكتب معناتها نعرف انا برشا اللي يقول لي باش نكتب الساعه يلزمني نقرا بارش ولا نتفرج بارش ولا الاثنين انت كيفاش تكتب انا زوز اما انا نتفرج اكثر من اللي نقرا اوكي نتفرج برشا جابرون انورميمون من المخرجين اللي قبلي حتى الكتابه مش وحي معناها اي ولا يعني سيناريو مش متى حاجه انت قاعده كيا وهبط عليك الوحي وجاتك فكره جو سي با رومانسي مانيش نعم في رومان مش نفس التكنيك جمع الكتابه نتاع سيناريو جو سوي ان تران دو ديكريغ مون فيلم ديكريغ مش اكريغ يعني قاعد نحكي لك شنو قاعد نرى في مخي توصف في الفيلم باي طريقه وكل في السيناريو داير من الحاجات اللي تعلمناهم اون اكري او بريزون افيك دي سام دي فراز كورت سامبل اي افيكاس ايل اوفر لا بورت ايل سور ايل ريغارد ايل مانج دونك ماهيش كومبليكي بالنسبه لي نعطيني العبد ليكيب تكنيك خاطر لو سيناريو ايلي با بوبليابل راه سي ان سيناريو نتاع فيلم ولا نتاع اون سيري سي ان اوتي تكنيك كله دي مو كلي بور لي زاكتور بور لانجينيور سون بور المونتور Donc c'est pas un livre. Mais مش كتاب يعني j'ai pas la prétention d'écrire des livres comme des génies في الحكايه هذوك. Mais في الخدمه نتاعي قاعد نفسر لهم شنو نحب نصور. D'accord. Donc mes scénarios d'ailleurs. C'est des scénarios راهو بيزاريس ماهمش دي سيناريو مكتوبين بطريقه اللي نجم يتعدى في اي لجنه ياخذ الدعم مثلا. يعني مش بضروري تفهم يعني. ما تفهمش. تفهم فوالا وليكيب اللي معاك. اللي يعرفوني مليح. D'accord. فهمت؟ Donc ça m'a ردتني اكثر باريسو دايور خاطر جو ترافاي توجور افيك لا ميم ايكيب دونك نكتب لهم ديما بنفس الطريقه داكوغ مي سا مارش جوسكو ماتنون جوسكو لا تو فوا بيان كيما قال ماتيو كاسوفيتش اكسيلون اول فيلم كتبته وعملته سيتي 2000 هكا 2000 ما كتبتوش سيت لامبرو عندنا كاميرا في الدار انا وخويا وصاحبي وزوج صحابي مهدي واحمد هنا في ان تروك ديجونكتي وقتها ديجا على ليبوك سيتي ان كريم يعني ديجا من وقتها وين نخمم في عالم اي خيم وفما في الاخر نشلقوا فما عبد اللي هو معانا توتولون دي فيلم يطلع هو اللي قتل دونك ديجا جيتي في نفس الكتيبه اللي نكتب فيها تو داكور سوربروندر لا ديرنيير مينوت لي بلوت تويست هذوك نحبهم ياسر ودوما طلع وقتها يوجوال سوسبكت و سيزيام سونس وبديت الامور الشيخات اي بعد سيتي دي فيلم ديكول اللي بديت نعمل فيهم que j'adore في ليزاك عملنا خدمه مانيفيك انا جو بونس كو ليزاك اهم فورماسيون خديتها يعني tout ce que je suis en train de faire maintenant je l'ai appris في تونس très bien je le dis حتى في كندا وحتى كي مشيت لفينيس قلت j'ai tout appris في تونس في لي زيكول تاع تونس في لي بروف قراوني راهو مخرجين كيف ما رضا البيهي كيف ما عبد الطيب بن عمار قراني حمادي بو عبيد يعني كريم حموده سي لي تكنيسيان هشام جوليق سي لي تكنيسيان نتاع عصفور السطح و دونك جيتي ايميرفي نرجع لك العصفور السطح فوالا يظهر لي هذاك لو ديكليك هي صغير انت وقت عصفور السطح حتى نوبه صغيره سيتي لا ميم اني بريسكرا داكور صغير شفت العمر هذاك 6 7 سنين 8 هذاك كل شيء اللي تعدي لك وقتها تعمل فيه تو يخلي فيك تو اللي نعملوا فيه احنا تو بنيناه وقتها احلامك كما شكون هو اللي يقول والله ما نعرف شكون اللي يقول لك 7 ans ولا 8 ans احلامك وفات احلامك تعرف روحك شنو تحب تولي من بعد تو ديسيد ولا هذاك من بعد يجي مي يظهر لي السيتاج لا السينما اللي شفته في عصفور السطح ليدونتيفيكاسيون اللي حسيتها مع الوليد الصغير نوره جي فولو اتر ا سا بلاس جي ريفي افيك لوي جي بور من وقت الغول وراه سلاح مصدق جافي بور من الطهور اي جيتي ايميرفي قدام الطفله اللي هي كارولين شلبي لاكتريس اللي جات لا فام دو ميناج سي اون دي بلو بيلز اكتريس فام
انا مون افي في السينما مش كان تونسي مي il était tellement tunisien ce film فيه روح في حاجه اللي قلت ce monde là بدا يعيط لي اي ما غادي كدير تغني الحكايه لين حبيت نمشي لبلجيكا لانساس وقتها صبيت في الكونكور وبابا ما خلانيش خاطر جيت صغير وقتها بعد الباك قد فرح كي ما عطاونيش فيزيت ميديكال وكل فرح قال لي هاي دفعت بلي قاعد هنا صحابي كل مشيت تقرا لبرا وانا في تونس اي لا في ريزون داكور فينالمون قعدت هنا وجو ريغريت با باهي كي طلعت بعد ما كملت الخمس سنين يعني لبرا مشيت لهم حاضر دونك ما قراتنيش كندا ما قراتكش كندا قريت في تونس ممتاز وي. اول عمل خرج للجمهور باش يكون في 2009 وي وكما يظهر لي كان من شغلت متى لا ماجوريتي دي سينياست وانت سي توجور فيلم قصير معناها اي خاطر سي ان اكزيرسيس كيما كان نبداو سي ان اكزيرسيس لازمك تو ميتريز ديجا لو لونغاج سينيماتوغرافيك و جافي با بودجي بو الكود نتاعك اللي مش نلقاهم في بوشناق اليوم بداو يظهر وقتها وي 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 فيلمو الاولاني اللي هو فيلم دو فان ديتود نتاعي في كندا صورته في تونس تبع الميموار وقتها نتاعي اللي هي تحكي على الاليغوري دون لي فيلم دو كوستوريكا يعني وقت خدمت على فيلم كوستوريكا شفتو اندر جراوند نحبو خاطر نحسو مانا اصلا من البوسنه وهو من البوسنه حسيت هو ابن عمي وبعدوا عليا بعد سنين على الوقت دونك بعد عملت الفيلم اللي هو خوصة اسمه سي ان فيلم فيولون على ليبوك داكور سي ان فيلم ديكالي وفي كلمه برك اللي هي كلمه زايده واحده داكور فيلم كامل سكت في كلمه برك زايده داكور دونك من غادي بديت نبربش فهمت اي جو بونس حتى بارابور او كادراج كيفاش كنت نحب نصور الممثلين جو كونتينيو افوار لا ميم لوجيك عاودت شفتو ديرنيغمون راهو فيلم بس توجور لا ميم لوجيك هذاك لو بروميير فيلم تعدى في جي سي سي وقتها بانوراما تعدى في العام اللي تعدى فيه بابا عزيز نتاع نصر خميس يعني نعفي بونبون وبعد فرش في بابا عزيز كون ان شاء الله فوالا ان شاء الله جيسبر نهار من نهار اي من بعد جي بونبون جي بونبون 2017 بونبون وي 2017 انتر تو عملت حاجات راني عملت ان دوكيومونتير دوك فيكسيون اللي هو اسمه جاديس كركوين اللي هو سيتي اون اكسبيريونس كي ا شانجي ما في ام با بار رابور او دوكيومونتير موا جي فيلمي وقت نحكيو على كركوين اي يسافير لو 15 مارس 2015 ولا لو 5 مارس 2015 جيتي في باردو نهار لاتونتا دونك جيتي غادي نشوف في المتحف بيدوي كنت من الناس اللي باش يخرجوكم بعد اكسيل انا اخر واحد خرجت من باردو جي فيلمي بوكو دو بيرسون اللي ماتوا من بعد خاطر جيتي لابا ملي حل المتحف نصوروا في لي بلان دو كوب يافي دي جابوني جاو سلوني على الكاميرا يافي دي فرونسي اللي برشا منهم ماتوا من بعد اي بعض اي خاطر الكاميرا مشيت هزيتها من بعد المختصه اي و سيتي كوشمار ديسك على خاطر جيتو فيكو شفتهم كي دخلوا تخبيت الفوق وبعد كي هبطونا تعديت على المساكر فهمتني كله شفتهم اي سيتي تروماتيزون على خاطر سيتي ماركي يا عبد الحميد معناها دون لو سونس ما تحبش اليوم تخدم على الارهاب جي با انكور انفي دو فير سا سي انكور تري سا ما تيريفي راه فيت غادي حسيت روحي نجم نموت في اي لحظه اي سي ا بارتير دو لا او جو مسوي دي في بيني وبين روحي بقى مادامك تنجم تموت في اي لحظه بروفيت في سكو تو انفي دو فير عملت دشره ديريكت داكور عملت دشرة جانشيني من بعد جو فو بلو ماريتي باسكو سا بو فينير سا بو فينير ا تو مومون سي بيان سا من الحاجات اللي كيمون ماركي في باردو سي كو كونتريرمون او فيلم كون روغار كون تي اون بانيك فماش عياط راه اي سي فري يعني هذاك سي با فري في السينما مش صحيح اللي نراو فيه دونك انا سي نهار باش نعمل حاجه كيكا سي لو سيلونس تسمع كان الكرتوش وسكيت ونفس سكيت سي تيريفيون راه كنت نحكي مع ان تيموان في احداث الثوره كيف الامن صدم على عباد بعد اول ما بدات في شارع بورقيبه هذاك اش قالت لي تجري سيكتة قالت لي تخبينا في دخله نتاع ابارتمون قالت لي والبرا تسمع في حس اللاكريموجين واحنا تسمع نفس نفس ولا احنا هابط. انا جيت كوم سا وطول الموند ايتي كوم سا مسرح دانكو قلت مسرح المتحف في سجون ده ولا فارغ
وهو معبي والناس موت سيتي و سيتي ان تروك نتاع كل هاوجانا يا اخي هاو كنا نتفرجوا فيه في الاخبار جوستومون هاو اي سون لا و سيتي خايب نهارتها ونهارتها وقتها زاد الله يرحمه امينو هاب التصوير اللي هو في داعش سيتي اون جورني دو ميرد ونهارتها و دوبي سي با كلكو شوز ما خرجناش منها راهو عندك هذيك لاتونتا تاع باردو سوسا وشكري بالعيد الله يرحمه والبراهمي نتصور سانوزا تروماتيزي الشعب كامل جينيراسيون الكل اللي عاشتهم كنا هنا ما خرجناش من الدوي هذاك هنا انفي باش نعملوا جو عينا باش نشيخوا عينا باش ترجع على ذيك اوني نوستالجيك نرجع للسنوات محليها تونس قبل محليهم الناس جو بونس كي لي طون ماتون باش اون ديباس تو سا تونس محليها الجايه راه مش اللي فات مفروض جوستومون قبل ما نجي لدشره اللي باش يضرب وباش يستالي عبد الحميد بوشناق ويفالو دوني سيت بوبولاريتي زاد هذه نقطه الاخرى يمكن اللي بتاو نجيها اللي زاد فما مخرجين اعمالهم ناجحه ولكن مش مشهورين عبد الحميد بوشناق اشتهره كاسم كوجه وكاعمال قبل ما نجي لدشره من 2009 ل 2018 كيفاش تعيش كيفاش يعيش مخرج عبد الحميد بوشناق كيفاش يعيش نسلف ونرجع كما برشا تويس وقريت جي في دي بتي بولو هكا على اليمين وعلى اليسار قريت جي با ايمي الحسره نتاع تقري جيم بارتاجي مون اكسبيريونس ومن بعد اغزر بديت نعمل في خدمه صغار جي ترافاي افيك اون بانك ما نجمش نعطي الاسم نتاعها مي جو فو ريميرسي عبد اللي هو مالك اللوز خاطر اكوت هو اللي امامو في حياتي نعيش كان بيهم داكور بالخدمه اللي عطيهم لي هو بلي فيلم انستيتيونيل هذوك فوالا اي جو فولي ا شاك فوا مونتري كو جو سوي كابابل يعني خديتها مش خديتها نتاع كلي قاعد نعمل انا نضيع في وقتي نو 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 جو بروني لي شوز او سيريو جو فولي باسي دو ليموسيون في اي حاجه نعملها معاهم داكور ومن بعد في بونبون زيد كيف كيف عاوني جيتي شانسو دافوار دي جون كي كرويو ان موي j'ai fait web série اللي هي الطحانه سمعني في الكلمه اللي هذيك عرفتني الناس جي بوزي افيك ان تروك تراش بعيد ياسر على ولد لوتي بوشناق فوالا جوستومون دايوغ في لي بروميير ايبيزود ما اسميش عبد الحميد بوشناق اسمي عبد ال حميد داكور جافي بور مش باش يقول اي ومن بعد قلت هاي اسمي عبد الحميد بوشناق واسمه طحان وكلها دم وفساد وتسكو تو فو مي جو كريتيكي لا سوسيتي اللي انا عايش فيها جوستومون وجو مي كريتيكي انا زاده جو مي بروني با او سيريو اي سا فونكسيوني لو بروميي كي ا بارتاجي كي ما انكوراجي كي ما انكوراج توجور سي نجيب بالقاضي بالقاضي اي سي لو بروميي هبلت كي بارتاجي وبعث له قلت له ميرسي قلت جي توجور ادميري نجيب وانا شمس عليك واللي عملوا من بعد الكل دونك بديت من غادي كنجس نوري في طبيعتي الحقانيه بديت نخرج شويه من سون بيردغ لي روبير ما تزيد خاطر باش نقول معناتها سي الويب اللي خرجني للناس ما دخلش فلوس جمله فوالا لسه تبديت تعرف الخدمه تاع تونيزيا ويب وورد سيتي 3000 دينار على ليبوك جو لي بارتاجي افيك تو لي زاكتور فوالا لي زاكتور داكور معناها زيد بعد شفت النسمه وبعد شفت النسمه بها هي ولات هذوك هذوكم اي ولات هذوكم سيفري دونك انا في رمضان راني من 2016 17 19 نوبة وبعد جون شيني دونك رمضان ولا لي هذاك باش جو سيرفي يعني دشرة باش يتعمل في 2018 باش ترشق معاه عبد الحميد بوشناق اما الفيلم حتى حد من اللي بروفيسيونيل ما كان يتصوروا باش يمشي اصلا فما شكون كبارات في دومين نتاعكم اللي قالك فك عليك معناها اللي تعمل فيها هذا راه هيدرا فير هكا ولا اي بورتون تو انسيستي بور لو فير وي سي اول فيلم نذكر اول فيلم رعب تونسي فيلم موجود في نتفليكس تتفرجوا فيه في نتفليكس كومون تو ليكسبليك راسك صحيح بديت تفهم اللي صحه الراس تنجم تعطي نتيجه Ce qui m'a alimenté, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas le rêve à Kahou, c'est aussi la peur de ne pas réaliser ce rêve. Il y a des Kahou qui sont boostés. C'est le khouf. Ou le khouf, nous sommes un peuple qui craint
يولي يفيكاس برشا حاجات هايله كي يقرب ليكزامان تولي يفيكاس في الريفيزيون نحبوا الغسره انا تخسرت على خاطر حسيت لي نجم راني جو باس ا كوتي دو ما في كومبليتمون بالفيلم هذا نو كان ما نعملش الفيلم هذا خاطر كنت باش ندخل في منظومه نصب الدعم ونستنى الدعم ونلقى منتجي من بيك وتعدي عام ونص وانت تستنى اي مو جو فولي با جو ني فولي بلو اتوندر دونك نجست كيتو دوبل سواء تمنع سواء تتكاس لك مي نجست ما تكلفش برشا فلوس اما باش تبيع كرهبتك باش نجم تعمل اي بعت كرهبه وقتها وتسلفت جافي اون ايكيب ممثلين تكنيسيانات يا شو نحكي لك عليهم يعني حماوني جو فواي سا جو فواي الانرجي اللي عندهم يزون كرو دون لو فيلم ويدزو فيا Donc, je me suis reconnaissant, je n'avais pas le droit de laisser tomber, j'ai tout fait pour que le film fonctionne. Il y a tellement de films, il y a beaucoup d'énergie, tout le monde voulait que ce film fonctionne. Oui. C'est pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas un film. Je fais partie de la salle de la أصعب خدمة نتاعي هي اللي نقنعهم فوالا من اللي راهو خدمة هذيك تنجم داير تم برشا بالإكيب عبد الحميد بوشناق الفن ne peut pas être une réussite personnelle أغزل الفن الوحيد في السبعة الموجودين اللي ما تنجمش تخدمه وحدك هو السينما سي لو سول يعني tu peux dessiner un plan pour l'architecte et comment tu t'entoures كيفاش avec des gens passionnés avec des gens قلبهم باهي كلمة كليشي من أنا من بها يسر قلبك باهي دون لو سونس اللي تحسبيش يسر اي اون سو بارتاج توس لو ميم لا ميم باسيون ونفس الحب نتاع الخدمة نتاعنا سي با بالبابل سكو ني اون تران دو فير سي فري نعملو في فيلم مي سكو ني اون تران دو فوند ريالمون سي دي ايموسيون لنيس اون ني اون تران دو كري ان مومون ماجيك العباد ينجم يقعد يتذكرهم حياته كاملة جوست ساعتين تاع فيلم دونك الفيلم ينجم يأثر في واحد يبدلوا حياته وي سين في فيلم تنجم تخليه يعمل حاجة ولا يبطل انه يعمل حاجة في حياته اكزاكتومون اي لو بوت اوسي دو فيلم وقتها سيتي اوسي اون كريتيك دون سوسيتي مالاد مازلت من بالسحر فوالا وسيتي ان غالبول من حاجة تخوفنا سيتي فرستران دو فوار دي زونفون مساكري على خاطر عنده نكتة في عينه ولا خاطر عنده هكا باش طلع بيه كنز يعني لا ديكادونس هيومين الماتيغ طول طون نحب نشوف العبد ما يخوف كان الحيره يعني العبيثه والارواح وكل ما يخوف كان الحي سيبري الاختار ما يجي كان من الحي مش من الليميت لكن زاد مع دشره وبعدها سيت فولونتي دو ترانسغريسي يعني الرغبة في أنك تمس حاجات ممنوعة تمس حاجات محظورة تمس حاجات تابوات حتى كي تحكينا في الفن حتى كي تعمل نوبة حتى كي منين جايتك هذي منين جاية هذي منين جيت أنا ذكا ما نغزل كل ذكا أنا في الدنيا اللي الحاجة فيها مشكلة وي الحاجة اللي مشكلة entre guillemets أي حاجة ديفيرونت حتى في الوجوه أو في لي زاكتور كو جو شوازي ما حبش ياسر اللي يبدا زعما بارفي مزيان متسطر لي ديفو هذوك هما اللي يخليو عبد بارفي حتى اون اوفر اون اوفر ما تنجم تتسمى اون اوفر بارفي كما فيها حاجات سبب خاطر هذاك هو كيما العبد فما عبد بارفي ما عندوش مشاكل نيكزيست با مي عنده برشا حاجات باهين اكثر من خايب هذاك وين نوليو اون ابريسي دونك انا نحاول نعمل حاجه فيها اكثر حاجات باهين كل خايبين اسكي ماتير دون لا في سي تو سكي مكسر tout ce qui aour tout ce qui manqoub c'est l'histoire hadik c'est des douleurs c'est hatta abd raw parfait منظم نولي جو شيرش قول لي يا سيغمون كيك شوز من داخل فوالا العبد مثلا اللي منطقو خايب اللي اغريسيف كل الناس هذوكم يسخفوني ما يغشونيش خاطر جو سون كو يا بوكو تريستيس في عبد ميشان عبد تري ميشان في الدنيا واغري وما يضحكش كان ولا ميشان سي بور اون ريزون لي فيي هوم ou les vieux, surtout les vieux hommes, n'arrache pas les. J'ai dit une habe au mies. Habe un homme grand qui doit marcher dans la rue à un seul. La tristesse que les gens trouvent peut-être triste est une matière. J'ai envie de connaître sa vie. Habe une chose. Nous allons tomber. Même le portemonnaie
ويحكي لك نتاعو كيفاش هكا مخي يمشي لغادي. بديت لي تعرف منين الحكايه هذيا او عليا باش نحكي لكم حكيت علاش انا ما كنتش بيه في المكتب. شفتوها المساله اي المساله هي الشهيره حل وعمل يكتب لك يقول لك مثلا فلاح طالع في كاميونه لا ويمشي في الكياس وعنده عظم من تيدي وكل حفره باش تكسروا له 10 عظمات انا جمون قديش من عظمه باش تبقى له انا جمون فوم العظم وقتها اقسم بالله نحكي لكم في حاجات فيريديك انا وقتي نقرا في المساله انا بحضر الراجل في الكربه حل الشباك ونغزل في الثنيه نتاعو انا راني في البوزيسيون هذيك الراف الجبولات وكل حفره نعمل هكا ونغزر له جو سوي با دون العظم قديش تكسر فيه نسرح نسرح مع الحكايه مع الديسكريبتيف نتاع المساله لينونسي شفتوا لينونسي هذيك الراه انا بالديتاي نقول لك تبن ونقول لك مساحه نتاع ارض الراه الارض انا اجوبلي لينونسي ننسيهم من بعد تولي لي لازم نلقى طول في العرض وتولي فيها قواعد وانا كنت ريكش معاه نسمع في الموسيقى الفلاح دونك جو سوي بلوس فيزويل كو هك دونك هذايا باش نرجع للحكايه اللي كنت نحكي لك فيها تو اللي انا نسيتها هذايا قدر الصح نسيتها كومبليتمون راهو يعني مشكل نسيتها شنو كنت نسال فيا انت تو كنت نسال فيك على الموند وهذا كيفاش وصلت له نتاع داش نتاع الموند انك تحب ديما تمس التابوات وتمس الممنوعات وتمس تحب نغزر من النقبه انا والحاجات الخايبه نحب نغزر من النقبه كنت صغير نطلع فوق السور نشوف دار الجيران ايش فيها نحب مش لو فويوريزم مي جو سوي كوريو دو كونيتر حاجات هكا كلب تبدا سيقو مقصوصة ماتيغ أكثر من كلب عنده أربع ساقين فوالا نغزر له نجم ما يعجبنيش ما نغزر له ساتيغ مون روغار إي سو كوتي ماكابر أوسي موجود فينا إحنا الكل لا بروف وين ما فما أكسيدون في الكياس الناس الكل تنقص بيان سور بوركوا إي نحبوا نشوفوا نشوفوا شنو نشوفوا فهمني نحبوا نشوفوا الأكسيدون الأكسيدون فماش عبد ما العبد كيفاش طايح مغفص كذا دونك سيت كوريوزيتي هذايا اللي يعني نمشي مثلا الدار نقعد نجم نقعد سارح ساعه في الثريا فهمت هكاك ما نعرفش كيف فسر لك احكي يمكن نتروش مي جيم سا فهمت سي كيك شوز كي جابريسي اسم نعاود نرجع له قبيله قلنا جبدناه سريعا اسم بوشنيق عمل لك مشكله ولا كان لك محفز خاصه وانه مثلا لطفي بوشنيق ما هو باش يشوف اعمالك كان مع دشرة كان مانيش غلط وباش يفرح بدشرة يعني مفرحش ما فرحش برشا بدشرة فرح بالسكسي من بعد داكور خاف من الاول خاطر كي شافوا من الاول يليتي شوكي بالدم اللي فيه ما كملش الفيلم يليتي دون تو سي زيتا يعني ما عجبوش يعني قال لي كيس كي سي باسي علاش شنو هو سيت فيولونس هذا شنو اللي صار لك صغير يرجعها على روحه سان بابا يقعد يكلم امي بالوقت داكور داكور قال تو كنت تشوف فيه يا اخي شنو يا اخي بوركوا شنو اللي صار يا اخي شنو كيس كي سي باسي باش عمل هكا الى با كومبري جو كومبرون سي راه انا نتصور كان راه ولدي صغير يصور في تصور تو فيهم دم وكل شيء جو سخي قول راني فما مشكله عملت انا معاه من بعد يلا ابريسي داكور شاف اللي راه مش اللي يعجبه هو كهو يعجب الناس D'accord. Il a compris aussi. Justement. Oh, ma ajbouch, mais le film est un grand succès. Voilà. Où il a installé. Mouch ma ajbouch. Abdelhamid Bouchnaq. Khawfou. 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 Khazarlouch ka réalisateur. Khazarlouch ka weldek. Khazarlouch mouch yitfarjou. D'accord. قال ياسر ماهوش يدخلوا ما فهمش كيفاش عبد يقص تسكر باش يمشي تفجع. باش تفجع. فهمت كيما برشا ما يحبوش لي فيلم دوغور يقول لهم يقول كيما ياخذ تسكر باش يطلع في جرون 8 باش ترجع سي لادرينالين هذيك اللي نلوجوا عليها فهمت سي اتخ علاش عبد الحميد بوشنيق نجح علاش عبد الحميد بوشنيق نجح يعني كان ينجم يكون دشره اش معناها كود شانس نجح معناها نتفرجوا له في افلامه في مسلسلاته مسلسلاته ضاربه فيلمه ضرب كنت نجم تكون دشره وانتهى يعني من بعد تعمل مسلسلات خاطر نشبه لكم عاديه علاش نجح عبد الحميد لا سي يدي يعني يدي زانغريديون فما وصفه تخلي خدمه عبد الحميد بوشنيق تنجح توا ما تجربنا معاك سنوات عبد الحميد معناتها كما قلنا دشره نوبه واحد نوبه اثنين كان يا ما كانش انا توا بشوفه كان يا ما كانش اثنين فرطته الذهب سي كوا شنو اللي هكا الحاجات اللي نجم يكونوا عند عبد الحميد بوشنيق ما نعرفش فرانشمون والله ما نعرف يعني ما جو سي با جو في دي شوز افيك بوكو دو سانسيريتي نكذبش يعني
اللي عندي نقوله ما خافش باش نتعرق قدام الناس ولا باش نخرج حاجة نتاعي. ما تخافش تشوكي كيما قال لك لطفي بوشناق، هذايا يشوكي الدم يشوكي لي سين يشوكي، واللي تعملهم في نوبه اللي تعملوا في سيسمو سا شوك. هذاك نحبه. تحب الشوك؟ نحب يقلق العباد هاك تخليه يفكر. اي يعني لو بيرتوربي وي. اي نحب هذيك ما نعرفش علاش باركون. نحب كلي انت تسخيلها تفدليك لي. جو لو في طول طون في افلام، سورتو في الافلام جو كومونس توجور افيك دي سين شوكانت. على خاطر الناس جينيرالمون يجيو كم تاع كليار تاع النوبه دي. اي فهمت. دونك نحب جو فو بيرتوربي السبيكتاتور، نهزو في دي فوس بيست مش يبانو عمرو ما يستناه. فما حاجات نبدا نعرف السبيكتاتور اللي هو باش يخمم هكا. ساعات لازمك تعطيه زاد سيت ساتيسفاكسيون، تقول والله شلقت بها. داكور. ساعات لي دونك سو دوزاج لا، باسكو اوسي كنت بيريود كبيره من حياتي راني سبيكتاتور برك. نعرف اللي المتفرج التونسي تري كومبليكي سوبر كومبليكي، مي اون ميم طون تري فراجيل، يعني ينجم يمشي معاك. شلقت بيه في برشا حاجات، كي انا حاجات يسخفوني ولا كي مفون مال في الكتيبه نتاعهم جو فوا ديريكتومون الامباكت على البوبليك. نفس الشيء عند البوبليك دونك يولي نتاعهم بالضبط، يولي تقولش عليه نحكي عليه. ونحكي على حاجات شلقت لي انا نشبه برشا عباد. داكور سكياتير العبيد. لو كان في 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 ثلاثة حاجات مش نختصرهم هكا، جوست ثلاثة باش نجمو يقول لي عبد الحميد بوشناق شنو يتصوروا انديسبونسابل اليوم دون لابسولو بوغ ان جون تو باسي برشا وقت. ها نعاودو نقولوها، رغم اسم العائلة رغم كذا ما كانش الطريق سهل، سنين وانت تخدم في حاجات ما عندها حتى علاقة بالحلمة متاعك باش اليوم وصلت عملتها، ترشقت بفيلم اللي حتى أقرب الناس ليك ما كانوش يتصوروا انه يمشي لبعيد. بالنسبة للناس تفرج فينا دون لابسولو كيس كيل فو بو رياليزي ان غيف، باش تنجح انك توصل للهدف حطيته لروحك، ثلاثة حاجات، ثلاثة أفكار، ثلاثة مبادئ خدمت بهم أنت، ثلاثة حاجات أساسية تعتبرهم شو واحد يوصل الهدف حطه في حياته. لا بيرسيفيرونس، لا سانسيريتي، و لا كونفيونس في روحك، مش لاروغونس. ثلاثة حاجات هذوما. سانسيريتي، أولا أو لا بيرسيفيرونس خاطر مش باش تجي ساهلة. أنا لتو مازلت ما خلطتش راهو 1% ما تحب تعمل. من الحلم نتاعي ما زلت بعيده ياسر. ثاني حاجه اللي هي اما كبش. كبش سي با توجور فاسيل سي كومبليكي. ساعات تقوم راه في نهار تقول لي تفتي انا السينما وانا تلفزه وتونس ونحب نخرج وفديت ومن بعد تهدى. فيك المومون اللي تهدى فيه يفو ان بروفيتي، هذاك المومون هذاك هو الصحيح. الاخرين سي جوست دي فاز يتعداو. الثاني هي الصدق، لا سانسيريتي في كل حاجه تعمل. كي تحكي على فيلمك لاصحابك للممثلين للسبيكتاتور للاكيب تكنيك، كان ما يحسوش لا سانسيريتي تو كاس لا غول رابيدمون، باش تخطف لك مره مش برشا مرات. دونك يفو ايت سانسير، يفو دير فريمون اسكو، ويفو با ايت ميشان مع الناس. ما فماش علاش اون سو بارتاج ان غيف فينالمون اون اي ان تران دو فير ان فيلم. بالضبط. فماش علاش باش نوجع عبد ممثل ولا نعيط ولا نصيح ولا ميم سي انا كي نعيط نسب روحي ساعه ديجا. ورغم انت مخشاش نغش على روحي نعيط على روحي وما نعيطش على العباد. داكور. مين عيط هكا زعما تخرج الغش. اي ولاد صغير راني في التورناج. واخر حاجه اللي هي قلتها لك اللي هي لا كونفيونس في روحك. وسا لا كلي، نقولوا عليك اللي يحبوا. لا كونفيونس منين تجي؟ لا كونفيونس في حاجة ما نجمش نفسرها لك. جي كونفيونس في لونفون أو موا. داكور. جي كونفيونس أون لوي، كيما عندك ثقة في ولدك. كومون تو ليكسبليك سا؟ فما عبد ما عندوش ثقة في ولده؟ عندك ثقة في ولدك، عندك ثقة في بوك، عندك ثقة في خوك. سا سي إيني. بعد كي تولي أروغونس يفو فيغ تخيز أتونسيون. لو سوكسي راهو يغلط ياسر. يفو جامي يكخواغ. اكبر فخ في الدنيا هو السكسي، واخي بحاجه تنجم تصير لان ارتيست يقتنع بالسكسي نتاعو سي فيني. دونك ان شاء الله عمري ما نشلق اللي انا ناجح، وان شاء الله عمري ما نشلق اللي انا حققت حلمتي، خاطر كان حققت حلمتي وفي الموضوع نتعدى الحاجه اخرى. دونك لو سكسي يفو فيغ تري اتونسيون، خاطر في بلاد كيما تونس راهو
في دقيقه تنجم تغلط في روحك وتحس روحك سيخلط وغادي لي دونك سي ان كومبا حياتك كامله ديما. الحاجه الخايبه في هذه علقة. حاجه خايبه في هذه كل حمزه سيكو moi bah personne j'arrive rarement à être heureux في حاجه خدمتها je n'apprécie pas les travaux اللي خدمتهم راه كان فيهم المشاكل سي افيك بوكو داني تو جو كومونس ابريسيي دشرة نوبة 1 2 مي ça rend la vie plus compliquée. عبد الحميد شنو حلمك من قبل تحكي على حلمك سي شنو حلمك عندك حلم تحب تخلط لها مازلت وي وي حلمه كونكريت يعني هكا صغيره نحب جو فو افوار ان اوسكار في حياتي داكور وي جو فو افوار ان اوسكار جو فو ترافاي افيك دو غران اكتور كيما اد هاريس كيما دينيرو كيما ميري ستريب داكور داكور فير ان فيلم ان فيلم او بليزيور فيلم انترناسيونال معناه وي جو فير ان فيلم انترناسيونال نحب ناخذ ا دي بودجي اللي نجم نخدم فيهم حاجات مزيانين جو فير دي فيلم فانتاستيك كبار بزلت حلمتي راي لي سامبل بور ان رياليزاتور يعني مانيش نحلم في حاجات ما يحلمهمش مخرجين هذا انا جو لو دي بوتيتر دوتر يقول لك نو جو مون فو دي بري فوالا سي با مون كا ان تو لي كا جو لو دي مي ميز ا بار سا سي فريمون روندر لي جون هورو كي يتفرجوا في خدمه نتاعي كيف ما انا تو كي نتفرج في حاجات نتاع صلاح الدين السيد جو سوي هورو جوست كيفاش نفسر لكم اوني جوست هورو بعد كي تولي فيغ حاجه مزيانه زاد هورو فيغ انا جو سوي هورو فيغ كي نتفرج في في عصر سطح كي نتفرج في سيف حلق الويد كي نتفرج في نام تاع روسية خطاب على الباب شوف لي حل جو سوي هكا عندي جو مسون سيكوريتي كي نتفرج في حاجة كي حتى كان واحد في الغربة نصوره يحط أي حاجة نتاع سلاح الدين سيد ولا مخرجين أخرين دونك هذاك اللي نحب نطمح له اللي الخدمة متاعي أنا نهار آخر بعد عمر طويل ولدي وبنتي ولاد ولادهم يسخون تري فيغ باش يقولوا هذا عمل عزيزي ولا عملها بابا و... فهمتي دونك لو بوت ان رياليزاتور ولا دان ارتيست نعاود نرجعوا لها مره اخرى نقول لك مون ريست كوا ياسر عندك الهاجس نتاع الاثر تحب تخلي تحب تخلي حاجه ما تحبش يتعدى هكا عبد الحميد بوشناك والله يمشي على روحه هذول جودار آه. ما يمشيش يتغشوا علي جماعه السينما الفرنسيه ويقول لك عاد كفوا فهمت زوج كما قال هيش هو متصور كان انتم باش تغشوا اكثر منه اي فوالا دونك ما تغشوا اما قال ان ارتيست il devient immortel ensuite il meurt سي سا داكور دونك جو immortel par l'œuvre وي اكبر هيجس نتاع اي فنان في العالم نكره كلمه تاع الفنان مي اي ارتيست سي اكبر هيجس تاعو يتنسى دونك اون في تو باش ما تنساوش سي سكو اون اي ان تران دو فير وهذا تعلمته برشا من بابا راهو بابا الى ايتي التو زيرو فوت سانتيردي سي زيرور نتاع الشوا لو تالون سي دون تي شوا هذه جمله القاعده الكبيره دونك il faut travailler jusqu'à ce que ربي يهزم تاعو mais entre temps il faut faire beaucoup de bien les nécessaires de faire fik et c'est ce que je suis en train du moins de faire d'essayer de مش على خمسة ملايين public mais j'ai les 100 200 000 يكفيوني على الاخر j'ai pas besoin de plus d'accord je peux pas plaire à tout le monde c'est impossible ou tu le revendiques avec هما ils veulent هما ils demandent حاجات مني انا اللي انا peut-être مش طالبهم d'accord faut pas que les gens soient déçus من افلام من عملتهم خاطر هما عندهم des attentes اكبر من اللي هذا هو جوست كل فيلم عنده روح وكل فيلم عنده حاجه يعني فرطت الذهب ماهوش دشره كان ما كانش ماهوش نوبه سا بالخدمه راه ناس تستانس فهمت كي نعمل لهم فيلم وبعد نرجع بعد 10 سنين نعمل فيلم اخر نورمال باش لي زاتونت يكونوا هما بيتهم دونك انا نحاول ما نسنسوش ما نسنسوش بحاجه برك عبد الحميد بوشناق اليوم عمره ما اسمي تقال اوتون في ايميسيون والله انا بخي نسمي الاسم ولا لا صافي بليزير قربت 40 سنه قربت 40 سنين وهو هذه اول مره تقال ولا كان نوع كان عبد الحميد باه العمر قربت 40 سنه انا وياك فرد بين 12 كي قابل عبد الحميد 18 سنه اي فماشي حاجه يقول له اعملها وشد فيها صحيح ولا بالعكس يقول له هذه رد بالك تعملها وتعاودها اي 18 ans, Abd Al-Hamid, sûrement, j'aurais commencé à faire des films. À quoi l'abda, manéa? Et je voulais les faire. Abd Bekri. Abd Bekri. Abd Bekri. Bel Hakra. Ou dis quelque chose. J'ai même
لي انا ما بديتش بكري جافي با اوتون دو كوراج جافي با اوتون دو اسمع سي لا في كي افي ان سورت لي انا ما عملت الفيلم تاعي كان وقتها وسي برشا حاجات مي عبد الحميد 18 ans je pense que il était dans autre chose كان في في حاجه اخرى كان في خايف لا شعره يطيح مثلا في داكور يعني كان عنده مشاكل تاع بزنس اكثر منه حاجه اخرى فهمت تاع il avait d'autres préoccupations mais il a pas profité كيف ما لازم يعني كان ياسر متربي اكثر من لازم سي جي كيك شوز ا لو دير سي كو كارك تسيبت كارك اللي كنت نجم تعمله وقتها شلقت لي توا كاني عملته داكور اي جي جو لي با في جي تي ياسر متربي اكثر من لازم قاعد ريفلكس تاعو اعملوا حاجات البكري اليزي دون لا في بكري اخدموا بكري سي ان بو سا وي حب ابسط كلمه نجم تتقال واصعب واحده فيهم مي ام 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 لي جون كي تونتور تومب اموغو حب توجع خليها تقص وتخليك وحدك قاعد كي بوهيلي ابكي في الحكايه هذوك خاطر سي دي مومون كي تو مارك افي مي سي دي مومون ميرفيو دونك ايمي ام ام سكو توي ام سكو ديسي توا من وقتها هذولي 18 ans راه هذولي واحد وقت وقيت باهي باش يعرف روحه وين ماشي فهمت؟ اي كان القرايه اللي انت تقرا فيها وكملت الباك نتاعك ولوريونتاسيون هزتك الحاجه خاطر هذيك هي موينك انت شنو تحب تعمل بوز توا لي فري كيسيون كيس كو تو فو فير نعرفش تو راه الجيل نتاعنا مش كيما جيل وقتها 18 ans احنا وقتها اون افي با لاكسيسيبيليتي نتاع كل شيء تو تو كل شيء ساهل تبازنيس قبل كان صعيب ياسر يعني لازمو بارفانيت ولازمو خروج ولازمو سينما تو تو تي اكسيسيبل كل شيء كل شيء ساهل فهمت مش كان نحكي على ذاك برك مي J'ai l'impression que احلامنا قبل كانت on avait plus de temps لكل شيء aussi, oui, صحيح. الوقت صحيح يعني انا تو بنتي عمرها 10 سنين كي بنتك 10 سنين تسال تقول شبيل عام تعدى فيسا سي كي ان بروبليم تسال تقول كي الصيف باش يجي بيانتو بابا قولها سلمى قالت لي قالت لها اي اي دوكو تي تو بوز لا كيسيون تقول كومون ان انفون دو 10 ans peut se rendre compte العام تعدى يجري يعني فما مشكل سي يعني بروبليم قبل كان العام عام 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 والتريمستر باش يجي السيف وقتاش كملوا القرا وقتاش كان السلاح قصير فهمني اي افيك سا نقلقوا في اخر السيف نحب نرجع للمكتب ولا توا كل شيء فيسه كل شيء فيسه كل شيء الافلام فيسه على الغنيه لازمهمش طويله تفديك ما لازمش طويله القاعده لي غولاسيون فيسه ويوفي يعني دونك نصيحتي لعبد 18 عام بروفيت دو سي 18 عام بروفيت من احنا 18 عام فولي اتر كا 40 عام اي صحيح توا 40 عام نحبوا نرجعوا 18 عام عبد الحميد يعطيك الصحة عبد الحميد بوشناق كل يوم في رمضان في ال 15 يوم الوالا كان يا ما كانش اثنين على الوطنية شكرا ليك سيدي على شاي طيبه الناس الكل شاي طيبه للجده وان شاء الله رمضانكم مبروك سي بوكو ميرسي دو نو افوار اكويي لهنا في لي سان دو جاردان سي ان اندرو مانيفيك مانيفيك والله ميرسي ا توا عايشك انجح في حياتك